بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قبل ما نبدأ درسنا دارين نعلق تعليق سريع كده على حدث حصل البارح. في واحد شكله كده زي ما قال هو من أنصار السنة، قام دخل على المعرض بتاع الجمهوريين، معرض بتاع الكتب بتاعهم ده، جدع الكتب وشرط، كسر المعرض، وفي النهاية بقى بيشكر في البشير، بيشكر في أنصار السنة ومجلة الاستجاب وما أدري شنو. فالمهم الناس استنكرت الحدث وكاتبين في وسائل التواصل، والناس مستنكرة وفي الفيسبوك، وده السلفيين عملوا إلى آخره. أول حاجة نقدر أقول يا إخواننا، تغيير المنكر ده عنده ضوابط في الشريعة الإسلامية. المنكر أنت ما بتغيره بأي شكل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. والتغيير باليد بيكون للحاكم ولكل صاحب سلطان. فالرجل سلطان في بيته، في بيتك أنت، مش في بيت العائلة، لا، بيتك أنت، أنت صاحب سلطان وتغير بيدك. لو شفت منكر في أولادك انت بتغير بيدك. وكذلك المعلم يغير بيده، لانه هو منها في النهايه من ذوي السلطان، يعني لانه موكل له تقويم التلاميذ على حسب ما متعارف عليه بين الاسر وبين اداره المدارس وكذا. ففي قدر من التربيه موكل للمعلم فيغير بيده. وكذلك السلطان بيغير بيده، يزيل المنكرات، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالحاكم ربنا مكنوا على الأرض ليقيم فيهم العدل وليقيم في الناس ويقوم فيهم بالقسط ويأخذ المظالم ويأخذ للناس حقوقهم ويمنع المنكرات. دي مهمة الحاكم. أما أنت كداعية، إن كنت سلفي أنصار سنة غيره، انت كداعية، داعية حق على المنهج السلفي او حتى المناهج الحزبية والباطلة ودي كلها، في النهاية ما لك الحق في انك انت تغير منكر مهما كان بيدك. ولا شك انه الكتب بتاعت الجمهوريين منكر كبير جدا، مش منكر سهل، دي من اسوأ انواع المنكر، لانها كتب كفرية، والكفر اللي فيها معلوم ومعروف للناس وما حاجة جديدة. والفكر ده اندرس وانتهى لأنه حوكم صاحبه محمود محمد طه وقتلوه 85، قتلوا نميري رحمه الله تعالى. ودي من الأعمال الجليلة اللي نحسب أنه ربنا سبحانه وتعالى يرفع بها نميري إن شاء الله يا أخي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه يجزي بها خير الجزاء، لأنه ده عمل ما سهل، كسر الفكر ده وانتهى وناظروا بالعلم وبالحجة، والمنهج بتاع الجمهورين ده انتهى. ولكن يظل في النهاية الكتب دي مدام موجودة، الواجب على الدعاة محاربتها بالحجة. ربنا يقول: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فأنت بتحارب بالحجة، والفعل ده يعني ما يفرح به العلمانيون والملاحدة اللي هم أصلا بيدفعوا بأي فكر وبيدعموا أي فكر بيعتقدوا هم إنه ممكن يساعد في هدم الإسلام. فكر الجمهوري، الفكر الصوفي، وفي النهاية الفكر الجمهوري ما يعني وجه من أوجه الفكر الصوفي، أو من الأوجه المتعنتة ومن الأوجه الخبيثة في الفكر الصوفي ذاته، وإن كان كله منافع. طيب، وبعد ذاك غير من الأفكار، فكر الشيعة غير من الأفكار اللي بيعتقد العلمانيون إنه ممكن بنشرها ينهزم الإسلام ويهدم الدين، هم بيدعموها عشان كده يعملوا لها المعارض وينشروا فكرهم. فأنا بقول ببساطة شديدة يا أخواننا، الفعل ده ما بيمثل السلفيين ولا بيشبه السلفيين،
ونحن الحمد لله مما قمنا ولقينا علمانا قبالنا، والمنهج السلفي ده السيرة الماشي بيها سيرة قائمة على العلم وعلى مناقشة الأفكار بالحجة والبيان. نحن ناس أدلة، كتاب وسنة. ناقشنا الصوفية، ناقشنا الكيزان، ناقشنا الشيعيين، ناقشنا النصارى، ناقشنا أي فكر موجود في الساحة، والحمد لله هزم بالكتاب والسنة. يوم من الأيام ما تعرضنا لأحد، ولا بنكون قاعدين معهم في الجامعة الواحدة، ما بنضرب زول، ولا بنمشي نكسر معرض زول، ولا بنحرق معرض بتاع زول، ولا بنشرد كتبهم ولا أي حاجة. إنما مهمتنا إحنا نمزق الكتب دي في قلوبهم، مش نشيل الكتاب ونشرطه، لا أبدا. نحن مهمتنا نمزق الكتب دي في قلوبهم بالحجة والبيان. ويعني الفكر بتاع الجمهورين ده ما بيحتاج ذاته يمشوا يشرطوا له كتب، لأنه كتبهم دي أكان باعوها للناس، أنا متأكد ما حزيد الناس إلا قناعة بكفر الفكر الجمهوري. لأنه الحمد لله الآن يعني صار في الناس وعي وفهم، والمجتمع ما هو المجتمع الزمان اللي انت بتيجي بتلعب عليه ودار تنشر فيه افكار زي دي. دي افكار خبيثه، ويكفيك منها قولي واحد لمحمود محمد طه، كتاب الرساله الثانيه من الاسلام. يا اخي من عنوان الكتاب رساله ثانيه للاسلام؟ طيب الرساله الاولى مالها؟ ما نفعت؟ ما كانت مناسبه؟ ومن اللي اداك الحق انت تفرق بين ما نزل في مكة وما نزل في المدينة؟ ومن هو قال أصلا أنه في فرق بين ما نزل في مكة وما نزل في المدينة؟ استعبط على الناس ودار يخدعهم بحنك بس، شغل بتاع منطق. من هو قال لك ذات في فرق بيناتهم؟ ومن هو قال لك زي ما بيتكلم واحد من الزعماء بتاعينهم اليوم أنه الصحابة كانوا يعني مؤمنين لكن ما كانوا مسلمين، وشنو الفرق يعني؟ وربنا قال سماهن المؤمنين وما سماهن المسلمين. ده شغل بتاع حتى محمود محمد طافي كتب جوا عنده انه بعض الانبياء ما كانوا مسلمين. بعض الانبياء ما كانوا مسلمين. كيف؟ ودعوا الناس لشنو؟ ما كانوا مسلمين. ده كل الخرابيط دي احنا حنرد عليها ان شاء الله بالتفصيل اذا احتيج لذلك. لكن انا دار اوصل شنو؟ انه يكفي في معرفه الناس لكفر المنهج الجمهوري قولي واحد، انه محمود محمد طه في كتاب الرساله الثانيه للاسلام بيقول انه العبد يترقى في منازل الطاعه والعباده حتى يصير العبد ذاته حيا حياه الله، يعني يبقى حي كحياة الله سبحانه وتعالى، وقادرا كقدرة الله. قال ويكون هو الله، يعني العبد يعبد ربنا لحد ما يبقى شنو؟ يبقى هو الله. في كفر أكثر من كده؟ كيف يبقى هو الله؟ ولله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. ربنا سبحانه وتعالى يعني يتعالى عن كلام زي ده، والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وربنا يقول فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كيف إنسان يكون حي حياة الله؟ حياة الله سبحانه وتعالى لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوال، وهي حياة كاملة، غيره من المخلوقات محتاج إليه وهو لا يحتاج إلى شيء من المخلوقات، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. كيف يكون الإنسان حي حياة الله وقادر قدرة الله؟ كيف يكون قادر قدرة الله؟ ربنا خلق السماوات والأرض، من الليل القادر يخلق السماوات والأرض؟ أنت يا محمود محمد طه قادر قدرة الله وشنقك نميري وأنت قادر قدرة الله؟ خدتوك كتلوك بحبل وتجي تقول أنا قادر قدرة الله؟ لو أنت قادر قدرة ربنا يشنقوك بحبل ويعلقك عسكري فوق يقطع راسك وتموت؟ ربنا بموت ولا ربنا بيشنق ولا ربنا بيحاكم؟ ولا في عبد يقدر يحاكم ربنا سبحانه وتعالى؟ ده قمة من السفه. وعشان كده الكتب بتاعتهم دي ما بتحتاج ذاته يشرطوها. إذا كان جائز وكان هو ما جائز،
لكن يكفي في الكتب دي احنا بالنسبة لنا كدعاة يكفي فيها انه بس نعرض شيء من الكلام بتاعها. ونحن اشتريناها قاعدة، هم هسه متخيلين انه كتبهم دي ماشية واشتروها الشعب السوداني عشان يقتنع بالفكر الجمهوري، واغلبها اشتروها اخواننا ولابتين لهم. قاعد احنا عندنا تجيب كتب بنستلمها نحن اول حاجة، بعد ذاك تاني تفرفر في المجتمع احنا بنجيب الكتب دي وبنجيك نناقشك والله نقاش لمن انت ذاتك تتمحن ولمن تندم علينا انك انت نشرت كتاب زي ده. فعشان كده يا اخواننا الحدث ده ما يفرحوا به وما يعتقدوا انه هم يعني بيقوا مؤثرين في المجتمع والشعب السوداني خايف منهم، وبعد ذاك يقعدوا يفكروا تفكير واسع، رسلوا لنا زول يحرق الكتب بتاعتنا وشرط الكتب ونحن مستهدفين والى اخره. لا لا ما تتعب رقبتك. بعض الناس اللي بتكلم انه زول ذاته مجنون ما شديد، دي شرطتهم كتبكم دي، ونحن ذاته والله ما عرفنا المجنون ذاته منه، المجنون اللي بيشرط الكتاب ولا المجنون الكاتب جوا انه بيبقى الله، فس المجنون منه ذاته هسه. فعلى اي حال لما نعرف المجنون منه نحن البيالينا انه الكتب دي نحن بنناقشها علميا، بنناقشها علميا وغيره من الافكار اللي هي يعني ما فيها الشطح الكبير القدر ده، قدر انه الصلاة سقطت مني شفت، وصلاة الاصالة وتسقط مني التبعية، تسقط منك التبعية كيف يعني؟ سقطت منك التبعية معناها بقيت رسول انت، لانه بقيت مستقل، بتجيك الاوامر من ربنا مباشر، معناها انت بقيت رسول. وربنا يقول ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله. ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون. فما في زول يعني ولا بتوقع انه الفكر ده يكون عنده ادنى رواج في الشعب السوداني، ادنى رواج ما حيكون عنده. ده استغل وضع معين في زمن معين ما كان الناس ذاتها العلم متوفر لها كثير، وخدع الناس بشيء من الفصاحه، لكن الان ادنى زول ولا الصغير ممكن يرد عليهم. فعشان كده ده فكر قبيح، كيف تسقط عنك التبعيه للنبي صلى الله عليه وسلم؟ انت تابع لمنه؟ انت مسلم معناه تابع للنبي صلى الله عليه وسلم، وربنا رسل لنا رسول اسمه محمد ابن عبد الله وقال اتبعوا له، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تسقط عنك التبعيه كيف يعني؟ جاك قران غير القران اللي احنا بنعرفه؟ جاتك رساله؟ بقيت انت رسول؟ كيف تسقط عنك التبعيه؟ وما سقطت التبعيه عن ابي بكر ولا عمر، ذلك الناس اللي امنوا وصدقوا وصدقهم النبي صلى الله عليه وسلم وصدقهم القران وشهد لهم القران بصحه الايمان، ما عدا ما سقطت عنهم التبعيه للنبي صلى الله عليه وسلم، هم تبع له حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، وتبع لشريعته حتى ماتوا هم. سقطت عنك التبعيه كيف انت؟ بعد 14 قرن من الزمان والمؤمنون يتعبدون الله بشرع محمد، تجي انت تقول تسقط التبعيه بعد 14 قرن؟ معناها الناس القبالك دول كلهم ما فيهم واحد ترقى في العباده ولا فيهم واحد بلغ منزل عند الله اصله. جيت بلغت انت يا محمود محمد طه وغيره بلاوي كثيره، نحن لو يحتاج انه نرد عليه بننجم لك نجام عمره ما شافه، لا محمود طه لا غيره من شفعه السته سبعه اللافين ديل. فلما نيجي ان شاء الله وقت الكلام ده بنجيه اليوم ان شاء الله.